الحمد لله اللي بدأنا تطعيم في مصر أمس الخميس 4 مارس، وبالفعل حصل 1141 مواطن مصري على لقاح فيروس كورونا. يعني ربما الناس تقول ان الوقت متأخر قوي، دول العالم يعني عملت أرقام كبيرة جدا، احنا لسه بنتكلم في 1000 والكلام ده، ممكن أطقم الطبية سبقت شوية. ولكن اللفت نظري ان وزارة الصحة مخصصة على مستوى الجمهورية، على مستوى 27 محافظة 40 مركز فقط. يعني محافظة القاهرة حضرتك فيها 3 مراكز، اسكندرية بطولها وعرضها فيها 3 مراكز. الكلام ده يعني مش عارف اقول ايه، يعني في الاخر المحافظة متوسط المحافظة، في محافظة فيها مركز، في محافظة فيها مركزين، في محافظة كبيرة فيها 3 مراكز. احنا يا جماعة اللجان الانتخابية عندنا بتبقى بالعشرات الالاف اللجان الانتخابية عشان بتمرر حاجة معينة. احنا بنتكلم عن حاجة اسمها صحة المواطنين، ليه مبقاش في مثلا متوفر هذا الكلام في اكثر يعني من عشرات المراكز او النقاط للحصول على التطعيم، يعني لتسهيل على المواطنين. ولكن الخطوة دي وإن كانت خطوة متأخرة، ولكن ربنا يكرم، خطوة على الطريق الصحيح. نتمنى العدد ما يكونش بقى اليومي 1000 والكلام ده، احنا بنتكلم في 100 مليون مستهدفين عدد كبير جدا، احنا بنسابق الزمن. وإن كان عوض تاج الدين مستشار السيسي للشؤون الصحية الوقائية بيقول ان تأثير اللقاح مؤقت 6 شهور 9 شهور، انت بتستنى يا عم لما الناس تاخده؟ طه يعني تصريحك بصراحه يعني غريب جدا يا دكتور محمد عوج تاج الدين، يعني استنى يا عم لما الناس تاخد يا عم، احنا قاعدين ندفع في الناس عشان كان في دعايه برضو. انا كنت يعني مختلف معاها بصراحه على بصوره عامه وان كان فيها بعض التفاصيل المهمه، ولكن احنا محتاجين يا جماعه المصريين ياخدوا دوت اللقاح عشان احنا بنسابق الزمن، بنسابق الزمن عشان في تحورات وفي حاجات وفي فاتحين هم على البحري وداخلين على قصون طبيعي على رمضان، عايزين يعني الدنيا تبقى ماشيه بامان شويه، وهيكون في صلاه وهيكون في حركه اكتر وسهر والكلام ده كله. ولكن يعني ماشي، تاثير لقاحات كورونا عوض تاج الدين تتراوح من 6 ل 9 شهور. وكمان تصريح تاني للدكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه بجامعه عين شمس، الاصابه بكورونا وارده بعد تلقي اللقاح، او الاصابه بكورونا بعد تلقي اللقاح امر وارد. انا برضه مش فاهم، لسه بنقول يا هادي، لسه بنقول الحمله امبارح، معنى التصريحات دي يا جماعه حد يفهمني انتوا عايزين ايه؟ يعني مش عايزين حد يا جماعه يعني ياخد التطعيم؟ قولوا يا جماعه يعني انتوا عاملين زي مؤاخذه زي بيدي حاجه وعينه فيها يعني. وكمان مش الحاجه دي مش ببلاش بالغالبيه، في ناس بيقول لك يعني هياخدوا منهم فلوس، فيعني الرحمه شويه. المفروض نشجع الناس، المفروض حمله اعلاميه ضخمه، والمفروض يا استاذ وليد السيسي اول واحد هم بداوا امبارح. ما انا قلت لك انا قلت لا ما بتكلم جد، لا هو خد عمل كمه كده وخد البتاع. لا انا يمكن قلت الكلام ده، لا انا بسالك بس عشان لا ما عملش ده، انا عايز اقول لك.